بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الشابتر 6 اللي هو الكونسوليديشن بتاع السويل، اللي هو جزء من أجزاء كورس السويل ميكانيكس. احنا المرتين اللي فاتوا خدنا تجربة الكونسوليديشن تيست، عرفنا ازاي بتتعمل، وعرفنا ايه البيانات اللي انا بعملها وانا شغال اثناء التجربة، وبعد كده باخد البيانات ديت عشان ابتدي اعمل لها تحليل. عملت لها تحليل، والمرة اللي فاتت خدنا الجدول اللي احنا قلناه خلاصته في الاخر، ان يبقى عندي في علاقة ما بين مين؟ ما بين السيجما وما بين الاي. يعني كل ما بزود الاسترسز على السويل اكيد الفويد ريشيو يحصل لها تقل. طب اعمل بي ايه ده بقى اللي هنبتدي نستفيد بيه الاتي. اول حاجة هنجيب حاجة، طبعا انا اول خطوة ان انا ارسم بقى علاقة ما بين مين؟ ما بين السيجما وما بين الاي. ليه؟ عشان اجيب حاجة اسمها coefficient of compressibility اللي هو اسمه الاي في. ادي الجدول بتاعنا هوت موجود، ابتدي ارسم العلاقة زي ما انت شايف. كل ما زود الاسترسز الفويد ريشيو مالها بتقل، واجي عند اي مرحلة هو عايزها اقدر اطلع مين؟ الكوفيشن اوف كومبريسيبيليتي اللي هي الاي في، ان انا اقول ان هي ناقص دلتا اي على دلتا سيجما، يعني بتساوي الاي انيشال ناقص الاي فاينل على مين؟ على السيجما فاينل ناقص السيجما مين انيشال. طيب جبنا الايه العلاقه ديت، جبت الاي في. انا بجيب الاي في ده لهدف في نفسي، ان انا اقدر اجيب حاجه اسمها كوفيشن اوف فوليوم تشينج اللي هو الام في، اللي انا هحتاجه عشان احسب الهبوط بتاعه السويل في الموقع اللي هو الام في. ام في بيساوي ايه؟ الاي في اللي سيادتك انت لسه جايبها من شويه على واحد زائد الاي مين فاينل اللي هي عندي الاي. طبعا انا عندي ديت، لو قلت دي سيجما انيشال ودي سيجما فاينل، فيبقى دي عباره عن مين؟ الاي انيشال ودي الاي مين فاينل، اقدر اطلع القيمه بتاعتهم. طيب ايه اللي بعد كده ممكن نجيبه من ده كوفيشن اوف فوليوم تشينج؟ نقدر نجيب حاجه اسمها الكومبريشن اندكس اللي هو السي سي. كومبريشن اندكس عباره عن ايه؟ لازم ترسم بقى علاقه ما بين اللوج سيجما وما بين مين؟ الاي. العلاقه بتطلع بالشكل ده، يعني كيرف كده وخط بكيرف كده وبعدين يجي خط. ممكن يحصل ايه بعد كده؟ لودنج، الله اعلم بقى، ويطلع تاني كده. ده مش موضوع، انا عايز دلوقتي في مرحله اللودنج اللي قدامي دي. مرحلة اللودينج ديت اعمل ايه؟ اجيب ميل الخط المستقيم دوت، هو ده السي سي. طب الميل الخط المستقيم ده ازاي؟ اخد برضك نفس الكلام، قيمتين عند سيجما انيشال وسيجما فاينل، واقدر اطلع الاي انيشال والاي مين فاينل. السي سي بتساوي ناقص الدلتا اي على دلتا لوج سيجما، يعني دلتا اي اللي هي اي انيشال ناقص مين؟ ناقص الاي فاينل، اتفقنا على كده، على لوج ايه؟ سيجما فاينل على سيجما مين؟ انيشال. يبقى اقدر اطلع السي سي بتاعتي. هل هم دولت بس الحاجات اللي احنا نقدر نطلعها من تجربه الكونسوليديشن؟ لا، هنكمل المره الجايه ان شاء الله. شكرا.